نرى في هذا الزمان أن بعض الناس يتهاونون في أداء الصلاة، فما رأي فضيلتكم شخصاً؟ نعم، هذه مصيبة عظيمة، التهاون في شأن الصلاة هذه علامة شر وعلامة خطر داهم إن لم يتدارك هذا الخلل، لأن التهاون بالصلاة تهاون بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هو تهاون بعمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، بل هو تساهل بعمل هو أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإنه جاء في الحديث أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن صلحت قبلت وقبل سائر عمله، وإن لم تصلح أو فسدت فإنها ترد ويرد سائر عمله. والله تعالى أمر بإقام الصلاة في مواقيتها مع الجماعة بخشوع وطمأنينة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وذكر سبحانه أن المتهاونين بالصلاة أنهم متوعدون بالويل، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة معناه التهاون بها، إما بإخراجها عن وقتها أو بترك صلاة الجماعة أو بعدم حضور القلب أثناء أدائها أو بعدم الطمأنينة في أداء أركانها وواجباتها وما يشرع فيها، كل هذا من السهو عن الصلاة، وهم متوعدون بالويل وهو واد في جهنم. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومعنى أضاعوا الصلاة أنهم أخروها عن مواقيتها، فلا يصلي الفجر مثلا إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي الظهر إلا بعد العصر، ولا يصلي العصر إلا بعد المغرب، وهكذا كل صلاة يخرجها عن وقتها، هذا إضاعة للصلاة. وأما من ترك الصلاة نهائيا فلم يصلي فهذا كافر خارج من الملة، حتى ولو كان يعتقد وجوبها فهو كافر على الصحيح عند أهل العلم للأدلة الدالة على كفره. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة. والله تعالى يقول عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول جواب لهم أنهم قالوا: لم نكن من المصلين، هذا هو السبب الذي سلكهم في سقر والعياذ بالله في النار. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقتلوهم، دل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن من لا يقيم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، إذن يكون كافرا، إلى غير ذلك من الأدلة. فأمر الصلاة أمر عظيم، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ومن حافظ على صلاته كان محافظا على بقية دينه من باب أولى، ومن ضيع صلاته فإنه يكون مضيعا لبقية دينه من باب أولى. نعم.